بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سوف أتكلم عن برنامج جوجل سلايد. هو برنامج العروض التقديمية ومشابه جدا لبرنامج مايكروسوفت باوربوينت. أولا نذهب إلى جوجل كروم، من ثم نكتب في محرك البحث جوجل سلايد. بعد ذلك نذهب إلى جوجل سلايد كروم ويب ستور. بعد ذلك نذهب إلى Launch Up، من ثم سوف تظهر لنا العروض التقديمية الأخيرة اللي سبق وأن قمنا بإنشائها. إذا أردنا إنشاء عرض تقديمي جديد، من هنا إنشاء عرض تقديمي جديد. ظهرت لنا نافذة اختيار مظهر لاختيار تصميم الشرائح. هناك تصاميم عديدة كثيرة. نستطيع أيضا استيراد مظهر من العروض التقديمية السابقة. نختار تدرج لوني أو تدرج لون فاتح. نستطيع اختيار شرائح بحسب الموضوع. أيضا نستطيع اختيار تنسيق للشرائح، إذا كانت عنوان فقط أو شريحة وعنوان، عنوان ونص أساسي، عنوان وعمودان، فارغة أو تسمية توضيحية. سوف نختار بعنوان فقط. نستطيع نأتي به بالوسط، مثلا نكتب تضاريس سواحل بلاد الكويت. أيضا نستطيع أن نقوم بالتنسيق عليه باختيار اللون آخر، وليكن اللون الأزرق. أيضا نستطيع أن محاذاة للعنوان ليكون بالوسط. نختار حجم الخط ليكون 36. نوع الخط تضاريس سواحل بلادي الكويت. نقوم بنقل الشريحة. ننتقل إلى الشريحة الأخرى. نستطيع أن نقوم بإدراج سمارت آرت أو شكل من هذه الأشكال، أشكال أو أسهم أو وسائل شرح أو معادلة. أشكال لنختار مثلا وليكن هذا الشكل، نقوم بإدراجه هنا. نكتب هنا، نقوم ب إدارته. نكتب في هذا الشكل تعريف التضاريس. نستطيع أن نعدل عليه. نقوم هنا بكتابة التعريف، وهو عبارة عن وصف سطح الأرض. عن وصف سطح الأرض. نقوم بتغيير اللون مثلا إلى اللون هذا اللون. نتجه إلى الشريحة الثالثة. نقوم بإدراج مثلا وليكن صورة.
نقوم هنا بإدراج صورة. نستطيع إدراج صورة من ألبوماتك أو من البحث بجوجل، ونكتب مثلا خريطة دولة الكويت، الكويت مثلا، ويكون هذه الصورة. نضغط تحديد، سوف تظهر لنا. نقوم بإجراءات التنسيق عليها، جعلها مناسبة لقياس الشريحة. ننتقل إلى الشريحة الثالثة، نكتب فيها مميزات ساحل الكويت، مميزات ساحل الكويت. نستطيع أن نضيف مثلا، وليكن إدراج، من إدراج أستطيع إضافة مربع نص، صورة، فيديو، أستطيع إضافة فيديو، وليكن مميزات ساحل الكويت. نقوم هنا بإدراج الفيديو. نستطيع في برنامج العروض التقديمية أن نقوم بإدراج الحركات. نستطيع من عرض حركات، إضافة رسوم متحركة، وليكن مثلا التلاشي للداخل عند النقر، تكون السرعة متوسطة، عند الضغط بالتشغيل فتظهر لنا عند النقر الحركة. ونتجه إلى الشريحة الثانية ونقوم بإجراء نتجه إلى الشريحة الثانية ونقوم بإجراء الحركات. نحدد هذا الشكل من عرض حركات، نقوم بإضافة رسوم متحركة، مثلا وليكن تحرك للداخل تكون متوسطة، أيضا عند النقر نستطيع أن عند النقر، بعد السابقة مع السابقة عند النقر، تشغيل عند النقر سوف تظهر لنا بهذا الشكل. أيضا نستطيع أن نقوم بحركات على الصورة، من عرض حركات، حدد الكائن، إضافة رسوم متحركة، وليكن دوران عند النقر وتكون متوسطة عند النقر، تظهر لنا بهذا الشكل. ننتقل إلى الفيديو، أيضا نستطيع عند تحديد عرض
حركات هذا الكائن. مثلا وليكن مكعب، تشغيل، هذا عرض للشرائح. إذن عرفنا في برنامج العروض التقديمية أننا نستطيع أن نقوم بإضافة الشرائح وإضافة التنسيق للشرائح. عرفنا أن نستطيع أن نقوم بإضافة صورة، بإضافة فيديو، وأن نقوم بإضافة الحركات عليها. أيضا نستطيع أن نقوم بإضافة جدول بعدد الأعمدة والصفوف التي نريدها. كذلك مثلا نريد، إذا أردنا بتغيير الخلفية، نستطيع تغيير الخلفية باختيار اللون، مثلا باختيار الصورة، ونطبقها على الكل. كذلك إذا أردنا أن نغير من المظهر، نستطيع أن نختار التنسيق الذي نريده، من ثم نضغط موافق. انتقال، أيضا نستطيع أن ننوع بانتقال بين الشرائح، مثلا ولتكن تقليب، متوسطة، تطبيق على جميع الشرائح، من ثم نضغط على بدء العرض. بدء العرض، سوف يظهر لنا التطبيق على الشرائح. كذلك في برنامج العروض التقديمية نستطيع أن نقوم بمشاركة بالبرامج الأخرى، مثلا إرسال إلى رسالة إلكترونية أو رسالة بريد مرفق. كذلك نستطيع أن نضيف شريحة جديدة، شريحة مكررة، حذف الشريحة، تغيير التنسيق، تغيير الانتقال، وكل الإجراءات تم حفظها في درايف.